مشاهدي شاشه قناه الشروق الفضائيه ومتابعي برنامج ضلال اصيل في كل مكان، اسعد الله مساءكم وسائر اوقاتكم بكل خير وبركه. اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده التي تزدان بمتابعتكم لنا، مساحات تتجدد بيننا وبينكم من الوسط والانس الجميل. في هذه الحلقه التي اخترنا ان تحمل عنوانين ربما متناقضين ولكنهما يحملان في النفس الإنسانية الكثير. المساحة الأولى التي سنخصصها للحديث عن وزارة المالية وما يختص حول وزارة المالية وكل ما يتعلق بها ومعاش الناس، كذلك المساحة الثانية هي مساحة للنفس والاستماع إلى عدد الألحان الجديدة والقديمة. أهلا بكم جميعا متابعين ومشاهدين لبرنامج ضلال الأصيل، حبابكم عشاء.
سحابة تشيل أحزاني. انتي ضياء الغيم أحضاني، انتي ضياء الغيم أحضاني، ولا عراس أجا يا زماني. ليل أيامي معاك.